عارف عايز الراجل يدخلك وعمال ادور لك. بص ارجع له تاني وقول له هو حاجز لي تذاكر كراسي وانا هشاور له على كرسيين فاضيين هنا. انا شفتك. بص المكان اللي انت كنت فيه من نص دقيقه بالظبط انا كنت شايفك انت واحمد وكلكم. طب اوكي. احنا قاعدين في كرسي رقم 12 قدام البنت على طول اللي بتلعب مع الدولفين. يلا سلام.